الايفون الخالي من المنافس قد يصل في المستقبل القريب. تعرف على المزيد من خلال الفيديو، لكن لا تنسى عمل اشتراك في القناة وضع لايك للفيديو ووضع تعليق حتى نستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اعتدنا ان نرى هواتف ايفون مع منفذين، واحد للسماعات الرأس واخر للشحن. خلصت شركة ابل من منفذ السماعات قبل بضع سنوات، وفي عام 2018 سمعنا ايضا ان المهندسين في شركة ابل ناقشوا فكرة انشاء ايفون خال من المنافذ، ولكن من الواضح ان هذا لم يتحقق حتى الان. ومع ذلك هاتف ايفون الخالي من المنافذ قد لا يكون بعيدا جدا. ووفقا للتقرير الجديد صدر مؤخرا من موقع ماك وورلد، فقد اكتشف انه في النسخة التجريبية من نظام iOS 13.4 كانت هناك بعض الادلة لوضع iOS ريكفري مخفي تحت تم تصميمه ليعمل لاسلكيا. نظرا لان هذه الادلة مخفية، فهذا يعني ان شركة ابل ليست مستعدة تماما لتجربة هذه الميزة، لذلك هناك فرصة كبيرة ان يتم اصدار نظام iOS 13.4 من دون هذه الميزة. ومع ذلك يبدو انه يشير الى ان شركة ابل تتلاعب بفكرة انشاء هاتف ايفون خالي من المنافذ والاسلاك. وتبينت الشركة التقنية الشحن اللاسلكي قبل عامين، ويظهر اطلاق ملحقات مثل ايربودز وايربودز برو كيف تتطلع شركة ابل لاحتضان مستقبل لاسلكي. بطبيعة الحال يبقى الان ان نرى ما اذا كانت شركة ابل ستقوم باطلاق هاتف ايفون خالي من المنافذ ام لا، لكن يمكن ان تكون هذه خطة ابل للتغلب على خطة الاتحاد الاوروبي لتوحيد كابلات الشحن.